أهلا وسهلا مشاهدينا في بطولة برعاية مبادلة. هذه البطولة مجتمعية جميلة تحث على ممارسة الرياضة من جميع الجنسيات. بتلقون الكل يلعب كرة قدم في العاصمة الحبيبة أبوظبي. وأحلى ما في الموضوع بأن كل فريق من كل دولة ومن كل قارة، يعني 11 لاعب من جميع الجنسيات. التحدي كيف أنت تنتصر، والتحدي كيف أنت توصل للمباراة النهائية. اليوم عنا أحد اللاعبين اللي يقول أنا صراحة أطمح أني أكون في المنتخب، ولم لا؟ صح ولا لا؟ ولا لا يكون تتحلم أنك أنت تلعب بس في فرق عادية؟ لا أكيد المنتخب المصري إن شاء الله. إن شاء الله. بس انتبه عاد هناك ما شاء الله وحوش لعيبة جامدين. صح صح. أنا عندي سؤال، أنت زملكاوي ولا أهلاوي؟ أهلاوي. يعني هارد لك. أيوة. وأنت شو اسمك؟ فارس. فارس كفو والله، فارس فارس الميدان. أنت شكلك هجوم؟ مبين عليك المكان. جوكر يعني. زين شو صار معكم اليوم، خسرتوا ولا فزتوا؟ لا اليوم خسرنا. وأنا مسوي مقدمة الحين 4 دقائق على التلفزيون. لا حبيبي فزنا بقول لك. لا عيد عيد قول فزنا. كيف الحال؟ نولا اسمك؟ فارس. شو اليوم مباراة فزتوا؟ فزنا. هذا عادي يمشي. زين كم خسرتوا؟ 2-0. شو رأيك في بطولة مبادلة؟ إن هي مبادلة ترعى هذا الحدث وتشوف يعني جميع الجنسيات موجودين هنا كلهم. لا بطولة زينة، يعني تحث الجميع إنه يلعب كورة، كل الأعمار يلعبون، كلنا يعني نيجي مع بعض من أي جنسيات، كلنا نتكاتف ونلعب مع بعض. الحين لو اسباني عدالك يلعب كوره شو تقول له؟ توهق هاي باس 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 باس. يتكلم عربي والله، عندنا نص الفريق اجانب ويتكلمون عربي معانا ويتكلم معهم عربي، يعني كل حد يتكلمون على العربي بس ما نتكلم غير العربي. جميل والله انه فارس ديب. بس هذا السؤال، لو تقول لي شو جنسيه الحارسه هذه بوقع لك صراحه. ها شو جنسيتها؟ مواطنة. أنا أقول مواطنة مصرية. مصرية؟ نروح نعرف بس نعلي صوتنا شوي. هاي يقول كبر from where؟ كولومبيا. هلا كومو ستين كبار دي كولومبيا. كولومبيا حبيبي. خسرت الرهان وأنا فزت. مع السلامة. يا جماعة هذا الحكم ما له حل، ما له حل الحكم. ما شاء الله متحمس وشكله ابنه يلعب هني، يلعب كمدافع ابنه ليبرو، وكل تركيزه على ابنه رغم انه حكم لكن قلب الوالد. اسمع بوبي كول بادي 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 المدرب النباه. هذا المدرب النباه في المحترفين. والله أسوي لقاء وخايفة، خاف أني أعصب عليك. يا ريفسب Coach, what's going on? We've just done the changes for the kids to try different position. But you are not happy. Shouting, come on, change, left. No, it's just the quieting. They're not taking enough care. That's the problem. Good coach, Allah. I need you, Allah, from a professional team. Yes, I am. We can sign. Well, if you want to. Please, I need shouting more. I need energy, adrenaline. No. Let's go. Me too, my friend. Me too. Come on. Okay. All right, guys. Hey. So now, concentration. Don't think about the results and think about improving the way we play football. Okay. Come on, Juve. Oh, we are Juve. 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 Position. Everyone, let's go. Coach. Yes, please. Quick. Yeah. Can I play? I don't know. I should see you. Please, yeah? Follow I think so. You look good. Yeah, you look okay. Thank you. Italia.
italiano, I like italiano, I giochi. أنا معاي زين الدين زيدان انفرادة انفرادة زيدان عصر زيدان ولع طا برادر أم زيدان برادر أم زيدان يس يو سبورت ريال مدريد أو برشلونة what do you think something from this game. That means sometimes the things are not going how we like. Okay, good job. Give five, everyone. On three. One, two, three. One, two, three. الله يستر الحين هذا معصب وفريق مهزوم والحين دخلوا عليهم جول وبنعمل لقاء هلو هاي هاو ار يو جود يو نو مي كايند اوف كايند اوف يس اها اي نو يور فيس اي سو يو اي ثينك ان تي في ان كايند اوف ستف اوكي نوت ان يوتيوب ها انت سو جود اوكي اند واتس يور نيم ارنستو ارنستو From where? Italy. Italy. Hola, come on, thank you, party italiano. To be fair, from where in Italy? Venice. No. Venice? Yes. Really? Yes. How's your team now? We're losing 1-0 versus Juventus. Perfect, perfect. Wait. Wait. No. شكله والدك يشجع اليوفي. That's why, huh? خلاك أنت. Yeah. متى بتنتقل انتر ميلان؟ لا لا انا وكيل اعمالك يا كابتن وكيل اعمالك حبيبي نشوف الاباء موجودين يدعمون ابناء الله يسلم اكيد طبعا هذا لازم يكون موجود وان شاء الله البركه للشباب زين شو رايك انت في الفريق اليوفي؟ زينه مستانس ان ابوك وراك يشجع؟ ايه مطمن؟ ايه تحس براحه؟ يبغى يروح البيت ولا يقعد؟ يلا بدت المباراه يا جماعه مع السلامه شو اسمك؟ سعيد سعيد منو؟ شمنا ها؟ سليمان يا سلام كم سنة صار لك تلعب في مانسيتي؟ يمكن 6 سنين 7 سنين ما شاء الله من زمان يعني كم عمرك أنت؟ 10 سنين 10 سنين؟ يعني أنت تلعب عمرك 4 سنوات؟ وخمس سنوات شو كنت تحبي شو؟ ألعب كورة من زمان أوكي أي مركز تلعب؟ وسط وسط زين شو رايك بالفريق هذا حسيت انك انت متاقلم معاهم مرتاح يعني مستانس وياهم منو اللي ضحك اكثر شيء منو اكثر واحد معاك ولا واحد الحمد لله ما يزعلون ولا واحد تركز الكوره تركز الكوره شوفوا شوف المنتاليتي ها زين هاي بك ما يهمني انا مو بيا ادش صداقات هنا انا جاي هنا العب كوره والله الاجابه نادر ما كنت اسمع من لاعب كبير ما شاء الله يعني اي مركز تلعب وسط وسط زين اذا انت واجهت المرمى وقدامك الحارس لا اصبر وقدامك الحارس وعلى يسارك لاعب ربيعك بتشوت ولا بتعطي الوسط بعد بس ما احب اسجل ليش اسعبي بس تحب انك تصنع الكوره شو رايكم شو رايكم السلام عليكم يعطيك العافيه عاد اكون وكيل اعمال الحين عشان نضبطك بعدين على حسب والله امتيازات اللي بتعطيني اياها شوف شوف التفصيله مجانيه ريوله والله حبيبي بس برافو وشكرا انك انت موجود تدعم عيالك يعني هو يحتاجك في الفتره صح دائما اكيد اكيد هو اصلا يفرح بتواجدي هني اشوفه يوم يلعب اسيست يوم يحط اقوال على طول يطالعني اشوفه ولا لا ولا طالع تليفوني بس عجبني جوابه يقول انا لو كنت قدام الجول ما بسجل بعطي باص انا ما احب اسجل هو معجب وايد بدي بروين حتى انا مرات الومه بهالشيء اقول له لا لازم تتعلم تسجل لان اللاعب الوسط العصري الحين لازم يسجل تكون امتيازاته غير عن الاسيست لازم بعد يسجل فدائما الومه بس هو لا يحب يسوي اسيست
تتابع برنامج سلف العاصمة؟ تحريت بعد أصلا يا ويلك إذا ما تتابع. شو رأيك في البرنامج؟ والله زين. بس؟ لا يعني ممتع زين. تعال أيوة هذا ربيعي هذا ربيعي. شو البرنامج؟ أسطورة. أشكرك والله أنت صديقي. شو اسمك؟ ناصر. أوه نو دوس ريس سلف العاصمة. كفو النصر والوحدة. شو اللي صار؟ شو التفاصيل؟ حتى الآن باقي ربع ساعة 3-0 للنصر. بعد شهرين من انتصارات الوحدة يوقف في ملعب النصر. شو الأسباب؟ خلونا نعرف أسبابها مع الجمهور الوحداوي. هيا بنا. تران 3-0. ما في تعبير، ما في كلمة تقولها. يعني أنتم ما شاء الله عليكم شهرين فايزين مستانسين، وصلتوا للمركز الرابع. كله خسارة خسارة خسارة، كله نخسر 3-0 يعني بالحظ. ما سوى شيء الوحدة بس اليوم؟ أيوة المدرب ما حط تشكيلة. من المدرب يعني؟ أيوة. لو أنت مدرب شو بتسوي؟ أنا بجيب لعيبة بحط كل واحد هجوم ودفاع. ضبطهم يعني. انت والله قلنا من الحكم يا اخي. من الحكم ما خاصه حتى الفريق يعني. قدموا مباراة حلوة. زين في صورة حق الحكم انه هو نصراوي. الملا كم عمرك انت؟ انا 11. هاي الصورة من 2012 قبل 7 سنوات. يعني كم عمرك؟ 4 سنوات. يا اخي انت خليك مرتاح وقول انت وحداوي. هاي شجع الوحده في اسيا وانا بكون مبسوط. لا في اسيا وفي الدوري. شو اخبارك؟ خير. انا نصاوي. نصاوي. اوه شابك عند الوحده عادي. نصاوي. خالك؟ ايه. عمك هذا ولا خالك؟ عمي. عمك؟ ايه. عمك وحداوي؟ هي. وانت نصراوي؟ ايه. وليش خايف؟ لازم تقول 3. ايه. النصر فاز 3. ايه. اباك تقول الحين قولهم شيء. ايه 3. لا صبر. ايوه وحداوي اقرب وحداوي. تعال قلنا 3-0. 3-0. اليوم فجأة شيء مش طبيعي في الوحدة. شيء مش طبيعي. تراجع مستوى مش طبيعي. اللعيبة في ضرب مش طبيعي. ما تقدر ما اعرف شو اقول لك. ما حد قادر يلعب، ما حد قادر يمشي كوره. مدرب راقد برغش من اول المباراه تعبان، مفروض يسحبه. سحبه اخر 20 دقيقه. اسماعيل تعبان ما بقادر يشل بعمره بعد ما والله عليك. تقول هالكلام كان الوحده تعود على الخساره. لا انتوا اخر شهرين فايزين ترى. ما اعرف، ما في لا تعليق. لو تم اكثر عن 10 دقائق بعد ممكن ما يسجل. شو صار اليوم؟ لو تم اسبوعين ما بيسجل. هذه نشوه الفوز. هذه نشوه الفوز. شوف المحاولة خير من النجاح. إذا أنت اليوم تحاول بقولك مش مشكلة، لكن أخسر بهالطريقة الكارثية أنا أقولك إياها كجمهور الوحدة. اليوم كلها اليوم نتفق أن لعيبة الوحدة هم يتحملون المسؤولية. اليوم المدرب لعب أقوى تشكيلة عند الأمانة، لكن للمرة الثانية الوحدة يسحى على حساب النصر من الدور الأول إلى الدور الثاني. أخيرا والله أخيرا فزنا. أنا أقولك نحن كنا فاقدين توفيق والحظ. بس لو تلاحظ في آخر مباريات شوف الإحصائيات بتعرف. اليوم يمكن 5 جماد وستة محل سجلنا 3 أهداف. لكن خليتوا أنتوا الأخطاء لعيبة الوحدة. أنتوا لعبتوا على أخطاء الوحدة. بسوا مو كل الأخطاء، في أهداف جمال تكتيكية لو أنت تلاحظ. عادي رد على تلفونك. عادي شو المشكلة؟ شوف شو منو زين يا رجال. طالع انك حد زمنو طالع. يلا خلاص صبر من حق حد يتصل باركولا الحين. مبروك كابتن، مبروك. اهلا وسهلا مشاهدين الكرام، وصلنا الى
المفصل، أنا الحكم ما بين الوحدة والحكم ما بين النصر. ما فيها شيء. ها علومك أو شيء، شكلك منصدم من الفوز هذا راسه. مو أو منصدم الحمد لله. منصدم الخسارة. أنا الصراحة شو اسمه؟ مصدوم ومصدوم، عندنا مصدومين، واحد مصدوم بالفوز، واحد مصدوم بالخسارة. لا لا لا. أنا اللعيبة راضين عنها. زين إذا تبي تتكلم باختصار، الوحدة ما عنده مشاكل لا في الإدارة ولا في اللعيبة، بس المدرب. تكستو وأنت عندك مشاكل ولا أوكي؟ في الإدارة، الإدارة ما يعني اللاعبين اللي يبونهم ولا جانب سيئين. أنا محترفين بعد. محترفين بشكل عام سيئين، بس ما عدا نجريدو مسوي شغل سيئين صعب. بس نجريدو الوحيد من الأجانب مع ليما ممتازين، بس الباقي. بس أنا أتمنى الإدارة السنة الجاية وفي الصيفية الجاية يعني يحسنون التعاقدات مع اللاعبين ولا لاعبين. مسكين ما تكلم، بيضربني بعد شوي. انا اقول لك الحين ما الوحده ما عنده مشاكل، بس تغيير المدرب. انا اقول لك الدوري عدى، لكن الوحده ما نبغى ننسف عمل اداري ضخم صار في الفتره الاخيره من ديسمبر الى الان. الوحده ما خسر، كان في تصاعد. هاي المباراه ما نبغى نهدم كل شيء بناه الوحده. ديل يا شباب بيرفكتو، كل واحد يسلم على الثاني وواحد يزعل الثاني. اليوم خميس الونيس، ويعطيك العافية. لا لا والله بالعكس، كان حبايب، بس أنا أسوي إثارة يعني على فاضي. يلا أوكي شباب. أنا صراحة أريد أعرف عقلية الأبطال هذيل، شباب المستقبل، كيف يفكرون؟ طريقة فهمهم للأمور مثلنا ولا لا؟ الحبيب شو اسمك أنت؟ قلت لي نسيت والله. سهيل. أنت بتكمل دراستك ولا بتكمل كلاعب؟ شو تفكيرك أنت في الحياة مستقبلا؟ صدق قول الصدق يعني، خليك من التصوير. صدق ابى اكون لاعب، ما ابى اشتغل. ليش ما تبى تشتغل يعني؟ تبي تكون لاعب؟ مو بان هذا يعني ها فيها خطوره ان اهلك يخافون عليك، يبوك يعني يبونك تكمل دراستك؟ ايه اكمل دراستي، اصير جامعه. بس الواحد يشتغل يكبر، بيشتغل في الشهر بيستلم اقل واحد شيء 10,000، أكثر واحد 50,000 70,000. النادي اللاعب كم يستلم؟ 50,000 شهر 250,000. مو بشرط إذا كملت دراستك وفكرت في تخصصات يمكن تجيب لك فلوس أكثر عن ما تجيب لاعب، صح؟ زين الحين في شيء في الدنيا ببلاش؟ ماي ب10 دراهم. بس الحين شو دخل ماي 10 دراهم؟ انت ما تبى تكمل دراستك يعني؟ اريد بس اوصل الفكره، ما تبى تكمل دراستك يوم تكبر يعني؟ شال موضوع الدراسه من مخك؟ مستحيل. كيف تتكلم وتسولف؟ كيف بتكتب؟ كيف بتحسب؟ كيف بتناقش وكيل أعمالك؟ كيف أنت بتتكلم بعد زوجتك المستقبلية؟ أم العيال؟ كيف عيالك بتتكلم معاهم؟ تعرف هالأمور صعب صح؟ الدراسة واللغة. أنت باش بتكون لاعب ما تعرف بليز باس نو يس، ما ينفع، شكلك ما بيكون حلو. إنجليزي أنا عارف شوي الحين، عارف شوي. إيه أوكي خلصنا إنجليزي، تكلمت إنجليزي، yes understand، ما أدري شو بعدين. بس أنا ما أحب الدراسة. بس حبيبي لازم تكمل دراسة، أنت الوطن بأكمله ينتظر منكم دور كبير. الدراسة هاي تخليك قو، تحمي ظهرك والله. نحن ندرس اجتماعيات، اجتماعيات عن أشياء استوت قبل. هايج الأشياء خلاص راحت، بس عرفنا وخلاص. ورياضيات عشان نستوي علماء، عندنا مليون ألف عالم. وعربي نعرف عربي، نحن إنجليزي صح بندرس إنجليزي لين الجامعة. مواد الثانية ليش؟ الدين عندنا القرآن، القرآن في شو اسمه قصص الأنبياء، بنعرف كل شيء وبنقرأ. ليش يعلمونا؟ خلاص نسكر المدرسة يعني؟ نسكر المدرسة؟ سكر. نلعب بلاي ستيشن خلاص، نقوم الصبح معنا شغل؟ لا مو نلعب بلاي ستيشن. شو تبى توصل؟ أبى ألعب كورة، ما أبى أدرس. زين تقدر تجمع الاثنين؟ لا. بتكمل لين الجامعة وبعدين لا تكمل دراسة، شو رأيك؟ كمل جامعة، ما أبى منك أنا أكثر عن جامعة، أباك تكون عالم وعالم ذرة، كل واحد هوايته صح؟ نحن نحترم هوايتك، بس كمل لين جامعة. ما نبغى واحد يكون عنده شهادة ابتدائية. أوكي. أكيد. شكرك والله يا سهيل، هذا البطل. من المهم نسمع أفكاره عشان نفهم الجيل كيف يفكر. يعطيك العافية.
حبيب صوروني وانا اسلم عليه بس. تعرف ان الحين لازم احد يسلم خشم كورونا يا اخي. عادي الله يحفظك. سؤال على السريع بس، انا اسال الفايز وما تبى تصرح، نحن ليش موجودين؟ والله يعني زملائي هذيلا كلهم ينتظرون، واغلب اللعيبه في مباراه النصر والوحده ما يبون يصرحون. اذا شو فايدتنا هنا؟ اذا فايز تكلم كلمتين، واذا خسران جزء من ثقافه اللعبه، تفوز وتخسر. اول شيء الحمد لله على 3 نقاط والفوز. يمكن اليوم كنا محتاجين الفوز هذا عقب بطوله كاس ما فزنا في اي مباراه. اتوقع اليوم الفوز هذا بيعطينا دفعه معنويه للمباريات القادمه. بالنسبه لنا نحن ما عندنا مشكله مع الفرق القويه، دائما فريقنا يظهر بصوره جيده، لكن مشكلتنا مع الفرق اللي تكون اقل منا مستوى دائما حصل مشاكل معها. الحمد لله اليوم قدمنا مباراه كبيره وفزنا ب3 اهداف. يمكن من فتره ما سجلنا 4 مباريات سجلنا جول واحد، لكن اليوم الحمد لله 3 اهداف، فمؤشر ايجابي. ان شاء الله نستمر بنفس المستوى ان شاء الله. عرضك الخساره هاي المفاجئه، لان شهرين انتم ما خسرتوا بصراحه. اول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، اتوقع ان هو مو بموضوع شهرين ولا 3 شهور، هي في النهايه كوره يعني، عرفت؟ كوره فيها فوز فيها خساره، شيء طبيعي، عرفت؟ نحن ما نبالغ، ما نقول لك ان احنا كنا نطمح ان ناخذ الفوز اليوم، لكن الخساره وارده في كره القدم. اليوم انتم مش طبيعيين، في شيء غلط، حتى التركيز قل. انا ما اريد نبالغ ولا ابغى العالم تبالغ، هذه في النهايه خساره كره قدم، خسرت 3-0 كان بالمكان احسن، بس ما نبالغ. يعني الحين يوم فزنا احنا 7 مباريات ما حد تكلم قال الوحده فاز 7 مباريات. يعني تكلموا صراحه، احنا قلنا كلنا اشدنا في الوحده، بس يعني هذا شيء طبيعي انك انت تفوز 7 مباريات؟ شيء سهل. اذا خسرنا مباراه مو معناته ان احنا خسرنا كل شيء. بالنهايه اليوم خسرنا، احنا نتحمل خسارتنا، ما نقول لك ان احنا كان بامكاننا نطلع اكبر نتيجه افضل عن النتيجه، لكن في النهايه هاي كوره خسرنا مباراه شيء يعني. ابدا انت ما عندك حراس اصلا في الدوري، 4 معدودين على الاصابع، تروح تجيب حارس اجنبي، انت نهيت الحارس المواطن. فما انصح اي نادي ان اليوم يتعاقد مع حارس اجنبي، ضد الفكره هذه. مع وجود الحارس الاجنبي شو المشكله؟ حاله حال اي لاعب، بالعكس يطور من مستوى الحراس عندنا وشيء عادي يعني. ليش؟ حكشوف يعني حكشوف ان الحارس الاجنبي هل حرسنا يعني افضل حراس انت بعد؟ لا، لازم احنا نبني الاجيال هاي ما نضيعها. قصدك كحراس؟ كحراس وكلعيبه بعد، لعيبه عن ماشي. ما عندنا مشكله في الحراس تقريبا يعني، عندك الشام هالمباراه، عندك الشامسي، شامبيه، خالد عيسى، علي خصيف، حارس اللي مستواه زين بيبرز، سواء في حارس نبي غيره ولا لا. للامانه نعم، يمكن في بعض الانديه تشتغل حراسه المرمى، مثل ما شفنا السابق نادي الوحده الوحيد اللي في اسيا كان في 2007 مع نادي المياقري، اعطى دفعه لحراس المرمى. اليوم الوحده يمتلك افضل حراس مرمى، وهل قاعدين نشوف انتاجيه اليوم الحارس المحترف انه ممكن يعطي دافع للحراس المواطنين. وصلنا الى الجنود المبدعين اللي يخلون المباراه جميله وينظمونها صح، انهم من اللعيبة؟ لا، حكام؟ لا طبعا، جمهور؟ لا، انسى، هذيل الأبطال المارشال المتطوعين. شوف الوقفة، ولا وقفة مبابي، يا ساتر، أبا حركة مبابي لعب متخبر. شو تطوع؟ أشوفك يا أخي مبسوط آخر وناس. الحمد لله، تنظيم على أكمل وجه، ولا غلطة. الحمد لله مبسوط، الحمد لله على هالإيربيس هذا. أكيد شكلك صراحة مرتب. لا، منظم حبيب. شو من في ملاحظات صارت في المباراة شوية؟ لا ما في ملاحظة، الحمد لله الشباب كفو ووفوا صراحة، ويعني يشتغلوا كل الشغل على أكمل وجه. أتوقع أنت الليدر هي؟ أنا وفي بعد 3-4 وياك. سلام. كم سنة صار لك تطوع؟ هاي أول سنة. شو تجربتك؟ الحمد لله طيبة زينة، إن شاء الله كل سنة يعني 100%. أوكي، 100%. وما حد اجبرك على التطوع، انت تبغى تستغل وقتك بطريقه صح. اي نعم، ما حد اجبرني. حتى انتم؟
يعني ما قلت والله اليوم الخميس الونيس الواحد يقعد في البيت كنا رقود ويانا اتصال ان محتاجين تطوعين عندنا نكس عادي نستانس نحن نطوع انا ساحبتني غصب حرت بس انت انت شو ساحبتني غصب افا مغصوبه ليش لازم تتعلم تطوع في المجتمع بشيء انت كنت راقده وسحبتي كيف يعني عادي نشيت بس يعني حبيت الوضع اجواء طيبه صح الدوري انت تتابعينه ولا بكثرة التطوع انت اصبحتي عندك معرفه في الدوري ايه هو الاثنين عادي بس ما ادري شو جاي النصر طبعا لانهم فازوا كيف افضل شيء المراه وين الفوز احنا مع الفوز ايوه النصر ايه النصراوي العينه صح انت اي نادي نصر شيء اوكي شله النصر هاي 3-0 3-0 هاي 3 كل واحد جول او كل واحده جول زين اخر واحد ها علومك والله بخير الحمد لله هاردك على الخساره يعني ولا كيف لا مو هاردك على الخساره بالعكس نحن جينا يعني نظمنا مباراه اليوم كانت جميله استمتعنا في الأجواء مع أنه الجمهور الوحدة جاء متحمس زيادة بس سبحان الله من بداية لقموا هدف بعدها الثاني وبعدها الثالث فمباراة هديت وصارت من طرف واحد أنا والله حبيت أشكركم على التنظيم هذا بالعكس يعني فخورين أننا قاعدين نخدم الوطن وقاعدين نخدم الكورة والإماراتية بالشيء هذا اللي قاعدين نساعدهم فيه الختام عندك أختم البرنامج أختم الفقرة مش البرنامج أختم الفقرة قولوا الآن وصلنا للمرحلة الأخيرة من هذه الفقرة وبما أني متطوع يحق لي أن أختم البرنامج وأقول استمتعوا بسلفي العاصمة عاد قلت كل الخاتم أنت شو تقول مسكين عادي عادي مسك المايك عيش يلا أنت المذيع شو أقول المذيع بس يقولي مع السلامة لا قول مع السلامة مع السلامة انت لحظة يوم تكبر شو؟ بستوي لاعب عالمي معروف في العالم كامل نفس دبروينا وقويرو هم لاعبية عالميين معروفين في العالم كامل واريد العب مانشستر سيتي ما ينتقل يروح مكان ثاني لا اذا بينتقل برشلونه بس برشلونه يعني انت يا مان سيتي يا برشلونه صح العين هو لا العين العين اوه نو 1 2 3 كفو